مساء الخير يا جماعه، معاكم اميره هادي من كليوباترا ديفلوبمنت، معاكم من احلى مكان في الساحل كله، من سيدي حنيش. النهارده هشرح لكم مشروع اسباي من ارض الواقع. هبدأ لكم ببريف سريع كده عن الشركة وعن الأونر بتاعها. الأونر بتاعه محمد أبو العنين، صاحب سيراميكا كليوباترا، صاحب أوتيلات كليوباترا في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم. رابع أوتيل لي هنا في قلب البروجكت اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، اللي هو أسباي أو اسمرالدا باي. اسمرالدا باي لوكيشن بتاعه موجود بالظبط في سيدي حنيش. سيدي حنيش فيها المازا باي مثلا من أراوند من 2008، قبل ما يبقى فيه ساحل أصلا، ومع ذلك كانت موجودة والناس بتجيلها. أسباي أنا كليوباترا اللي هيكمبيت معايا في الأريا دي مش أكتر من ثلاثة، منهم المازا باي، منهم سيلفر ساندز. والمازا باي موجوده هنا، يعني انا شايفاها من وانا قاعده على البيتش دلوقتي، وسيلفر ساندز موجودين من هنا برضو. ستيل انا احلى ماستر بلان يعتبر لحد دلوقتي في الساحل، وفي نفس الوقت اقل تيكت برايس ستيل ناو، اوكي، لان انا دلوقتي ببيع باسعار اليوم. عندي الاسعار بتستارت من 5.5، بس خلينا نبدا بديتيلز كده. عرض البيتش كيلو 200، عمق كيلو 400، مشروع كله 450، فدان زي ما بقولك بنياه على نظام مصاطب، ما بين كل مصطبه ومصطبه ارتفاع 7 متر، بحيث ان 90% من اليونت تكون كاش فاليو. المشروع بتاعي بقى اول جزء اللي انا فتحت بيه سيزن ده، انا فتحت 3 ايلاند، منهم 2 ايلاند شاليهات. شاليهات بتبدا من 80 متر واسعارها بتبدا من 5.5. دي الماستر بلان بتاعت المشروع كله، 450 فدان، وعندي عرض البيتش هنا كيلو 200. انا عندي الجزء ده من اول هنا لحد هنا، ده 42 فدان، ده اوتيل كليوباترا، كليوباترا لاكجري اوتيل. باي ذا واي كان الاوبننج بتاعه النهارده سوفت اوبننج، يعني هو ريزورت 360 غرفه وفي كل الفاسيلتيز اللي ممكن تتوقعها، يعني اوريدي في ميو اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، ده مطعم لبناني، وفي اوريدي سويمنج بولز في، والجزء بتاع البيتش بتاع اوريدي كله دم، بدل كورت، فولي بول، ستيج علشان الايفنت اللي بنعملها كل ويك اند، سبا، ساونا، جاكوزي، كل حاجه على البيتش زي ما انتم شايفين خلصان. ده بالنسبه للاوتيل. عندي هنا الجزء ده، ده جزء اسمه بارادايس بول، زي كلوب هاوس بس بيسيرف على منطقه القصور اللي هي دي. عندي البروجكت بتاعي بنيه على نظام مصاطب، ما بين كل مصطبه ومصطبه ارتفاع 7 متر، اول مصطبه ارتفاعها 2 متر، بعد كده 7 متر 7 متر. اول مصطبه دي عليها الستاند الون، دي عليها التوين هاوسز، بعد كده التاون هاوسز، بعد كده شاليهات. هنتكلم في الجزء اللي انا اوريدي ببيع فيه دلوقتي، وهو برده نفس الجزء اللي فيه كونستراكشن دلوقتي. الكونستراكشن اللي انا شغاله فيه هو اللي في المكان اللي انا اوريدي ببيع فيه. اجمل جزء في الماستر بلان كلها هي دي، اريه اللاجون دي، فكره جديده شويه، اللي هو فلوتنج ايلاند جوه اللاجون. كل ايلاند بيكون ليها الكلاب هاوس بتاعها، بيكون ليها البيتش بتاعها، واللاجون سويمبل. عندي الجزء اللي انا ببيع فيه دلوقتي واللي انا فتحته للبيع اوريدي، الايلاند دي والايلاند دي والايلاند دي والتاون هاوسز، دول الاثنين دول عليهم شاليهات ستارتنج برايس من 5.5، والستارتنج مساحات من 80 متر. والجزيره دي our very exclusive island عليها 14 ستاند الون بس. عندي بقى برجع لورا شويه، دي كوميرشال اريا، دي جزء لسه هنفتحه، بس احنا دلوقتي بنتكلم في الجزء ده. ده الجزء اللي انا اوريدي ببيع فيه دلوقتي. البايمنت بلان 10% داون بايمنت، 5% بعد 3 شهور، الباقي على 7 سنين، وعندي 10% هاند اوفر، وقت الاستلام بدفع. باي ذا واي يا جماعه، انا عندي كليوباترا لاكجري اوتيل، قبل ما ابدا احط طوبه واحده بس في الارض انا كنت بانيه الاوتيل ومخلصاه، والنهارده السوفت اوبننج بتاعه، يعني اكشلي اي عميل قبل ما يستلم هو هيستلم هو في اوتيل اوريدي شغال في البروجكت، ويتش از سيلينج بوينت قويه قوي، واي حد طبعا يبقى حابب حاجه زي كده.